باري الوسط يعني شكون كدير بلاصه غير غير بالمترو، ماشي شكون ساكن في الضواحي ديال باريس اللي غتكون كدير بلاصه بالار ار ولا ترانزيليان اللي كيدير بك ساعه بحالنا نافيت كازارباط. ولكن المهم باريس ستوديو تي 1 ستوديو يعني تقدر يكون 12 متر كاري يعني في وسط باري لباري تلقاه ب 700 اورو مينيموم. المهم صدمه قويه ولكن شي ديك 700 اورو، ولكن ماشي غتفكر ب 700 اورو ولا غتقول لا كافي يعني مين كتكون يلاه جاي في الاول صعيب يعني يلاه كتخيل كونت بونكار وهذا وباش يلاه يوصلك الفيرمون يعني مشكل، خاصك دير ان افونسمون عاوتاني خاصك تعطي يعني شهر كارونتي وداك الشيء. المهم غندوز زعما مين يلاه كتجي في الاول. مين غتجي في الاول غتحطك الطياره غتحطك الكار الطياره ولا شحال الكار هاي الحاسود في العود. المهم من يلاه كيحطكم الطياره يلاه غتخرجوا بعدا بعدا خاصك تبريباري البوياج ديالك قبل ما توصل لهنايا، خاصك بعدا تنظم يعني دير بروسيسوس اللي غتمشي عليه يعني قبل ما تمشي. انا كنفضل انكم يعني عارفكم غتمشيو البوكينغ غتريزيرفيو 3 ايام في لوطيل ولا 4 ايام باش تدفعوا بها الفيزا ومن بعد ما يعطيوها لكم تانيليو، يعني اللوطيل كيكون غالي حوالي 50 اورو الليله ولكن تقدر تلقى 35 ممكن ما لي بيتيت فيل لي بيتيت فيل كيكونوا فيهم غاليين صافي 80 صافي. يعني غتاش امبري من باش تلقاو الكره غتدخلوا لو بونكو ليكيفالون ديال افيتو في المغرب غديروا ستوديو تي 1 غتلقاو هذوك غتلقاو هذوك لي زانونس. المهم هذوك لي زانونس غاش امبريميو شي خمسه اللي جداد ويعني يكونوا التليفونات ديالهم، علاش؟ لانك من غتمشي تريزيرفي في شي اوتيل معيان ما غتلقاش فيه الويفي مقاد ولا شي حاجه، غتلقى داكشي قليل ولا شي حاجه. المهم غتحصل وان فوا هبطوا من المطار شريو من الطابه يعني الطابه بحال كيوسك بحال الطابه. في الطابه كاين غتمشي تشري كارت بريبي ديال لايكا موبيل تكون فيها شي لايكا موبيل ديالهم اشهار. المهم هي اللي كيتعاملوا بها بزاف شي رخيص، دير فيها شي 10 اورو وشوفوا لي زوق بعدا ديالها بس توجدوا شنو غتقولوا يعني ينفع غتعيط لهذاك مول لانونس غتقول ليه واش لانونس باقا كاينه نضمو شي فيزيت صافي وتمشي عندو. شريو باور بانك هذاك الشيء ديال الشارجور حيت يقدر يخوي بيك في الطريق. شنو كاين ثاني؟ لا, 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 لا بالنسبه للفيرمون اللي كيكون بلوكي كتبقى بحال واحد 10 ايام يلاه كيوصلك من بعد ما كتخيل الكونت يعني. ولكن الحيره الكبيره اللي كتوصل هي انك مين كتجي مشيت تكري كونت في لابونك كيقول لك عطيني ادريس، ومين كتمشي تقلب على الكره كيقول لك حط لي الشهر الاول والشهر الثاني والكارونتي وداك الشيء، وكيقول لك لا ما كناخذش انا لي سبيس جيب لي فيرمون ولا شي شاك وانت باش غتكري داك الشيء يعني كيكون واحد الحيره كتوقع ويعني خاصك تشوف شي واحد اللي ياخذ من عندك لي سبيس وخذوا لا كيتونس دو لواي الروسي داك الروسي خذوه باش تدفعوه يعني كوم جيستيفيكاتيف ديال الدوميسيل. بالنسبه للفلوس يعني خاصك تجيب معاك الشهر الاول ديال الكرا الشهر الثاني ديال الكرا يعني كوم غارونتي لي فري دانسكريبسيون اللي كيكونوا 200 اورو بحال هكا، وعاد باش لي فري ديال سيكوريتي سوسيال يعني باش لمرضتي يتكلفوا كلشي والماكله زعما لو توتال يعني كتوصل يعني نقدر نقول لكم كتوصل حتى ل 2000 بحال هكا تقريبا. وصل 2000 انا جيت معايا نفسه 900 يعني على حساب حيت مدينه صغيره ويعني كون فت ولكن كون فت 3 ايام في الاوتيل كنت ما غيبقى ليا باش انا كنت جبت معايا يعني جينا على الله وصافي جبت معايا 2000 الاول عام حيت درت بها شحال من حاجه يعني في الاول ما كيكونش عندك فلوس باقي ما عندكش باش زعما باش تخلص كل شيء يعني فوالا ايوا صافي. المهم والا ما لقيتو فين تنعسو سبحان الله هادشي كيكون ممكن يعني كاين لي كار وكاين لي ستاسيون ديال المترو وغوبيغو تاع الجوامع يعني سبحان الله. اصلا دابا الا جاتك فيزا علاش اصلا غتجيب معاك فلوس ياك سماو الخارج؟ علاش سماو الخارج؟ حيت الفلوس كاينين في الدار يعني ما لقاوش اللي يهزهم يعني كاع حتى انا ما كنتش كنتيق في الاول ولكن من جيت عرفت الحقيقه يعني تقدر تشوف شي مثال حي من هنايا كاع شوف هذا تما عشرة أورو هي 110 درهم مغربية بغيتيها؟ أنا راه جيبي عمر راه مقبلة ولا كنجمع الله حافظ لا باش نكون واضحين واخا كيبان لكم شي حوايج مزيانين ولكن
انا لا احاول ان اتفشخر عليكم. المهم حتى شي حاجه هنايا ما غاتوي، يعني مين تبغي تسينيو لي كونطرا وداك الشيء حداو راسكم، راه حتى شي حاجه ما غاتوي. راه الا بغيتي تدخل طواليت في لاكار راه كتميزي 80 سنتيم، يعني واحد 8 درهم باش تدخل طواليت. واحد القضيه حتى لاكاف اللي عطاوها لكم راه ماشي عاطينا لكم فابور، راه كيعرفوا كياخذوا دي زانفورماسيون من وراها، يعني ماشي عاطيكم داك الشيء فابور، راه من بعد يبداو ياكلوا فيكم. يعني اون فوا تشدوا اللوجمون ودفعوا لاكاف وحداو، يعني كاين لي زامبو راه هذا الهواء اللي كنستنشقوا سبحان الله، تقدر تشحل الكوري تلقى ضريبه فيها استنشق شي 170 متر كوب ديال الاكسجين سبحان الله. يعني. يعني بلاد ديال الضرائب بالاخر. المهم والناس اللي ما عندهمش الاوراق، يعني كاين الباتيمون، كاين الخدمه في الباتيمون، سواء يعني يكون في يديك بلومبيي ولا ماسون ولا كابلور ولا شي حاجه، ولكن المهم حتى هما كي يعني اللي كيخدموا الناس بحال هكا ما بقاتش فيك انت، لا حصلوك انت ما عندكش الوراق، بقاتش في هذاك اللي مخدمك، يعني عطاو شي بيناليتي ديال 12000 اورو ولا شي حاجه غيندم، يعني كيزيروهم شويه ولكن كيبقى مساله مكتب. جيتي هنايا راه البيصه. وبغيت نقول لكم واحد القضيه بالنسبه اللي لا بالنسبه للخدمه، بالنسبه كيحش كاينين الدراري بزاف كيسولوني على الخدمه. الخدمه في لي غروند فيل يعني موجوده كاين لانتيريم، كاين تخدم في لي ريستورون، داك الشيء ديال الستوك جيستيونير كاع تخربيق، غير هي في لي بيتيت فيل ما كتلقاش، ما عندكش فيل خاوين صعيب باش تلقى شي خدمه. ولا كتب شي بيتيت فيل خاصكم بانت لكم حلات شي دومينوس بيتزا ولا شي حاجه غير بوستولو، يعني بوستولو يلاه دومينوس بيتزا، يعني اما تاخذوا لي زابي ولا تصاوبوا لي كوموند ولا عن لي فغيزون، المهم اي حاجه. و بقات شي حاجه اخرى صافي، يعني ولي زاكسبتاسيون في لي فورماسيون، يعني بوستوليو كيعولوا بزاف على لا موتيفاسيون، يعني الورقه يعني لا موتيفاسيون تكتبها مزيان، يعني تبين بانك باغي تجي وهذا وباغي تقرا، لان ما يلصون فوق دي نوت ولا شي حاجه، يعني ما غي واخا تكون جايب شي حاجه يعني ما غيحكموش عليك من لي نوت، عرفتي. يعني تقدر تكون مثلا انا ريسبونسابل ديال فيليير، مسؤول على واحد L2 ولا L1 ولا ليسونس ولا شي حاجه، غنبغي ندير واحد الكلاس مثلا فيها 25 واحد، غنختار 23 من فرنسا وغنقول واحد غنجيبو من السنغال ولا كوت ديفوار وواحد غنجيبو من المغرب من الجزائر ولا هذا وغنهزك صافي، يعني كتبقى مساله مكتب وصافي. وديما سول راسك علاش باغي تجي، يا اما باغي تجي على القرايه اولا ما لقيتيش فين تقبل في المغرب اولا، يعني شنو المهم بالنسبه لك، واش باغي غير تعيش تجربه اولا باغي غير تجي باغي تجي تحيح. المهم سول راسك علاش باغي تجي، يعني كاين اللي مهم بالنسبه لي هو ان يشمش ويجلس حدا الدار وداكشي، يعني بالنسبه لي ما يجيش، كاين اللي مهم بالنسبه لي غيخدم، يعني فات عليه الوقت في القرايه يعني باغي غير يجي يخدم يدبر على راسو، كاين اللي يعني سول راسك شنو اللي مهم بالنسبه لك، اللي ما عطاتوش المغرب وباغي يجي من الاخر داكشي. يا والله يسهل على الجميع امين.